نروح للتقرير. طيب نروح للتقرير مهندس عامر حسين، مهم جدا المهندس عامر حسين هو اللي بيحط عين الجداول دي ويقولوا له لا بكره الدوري هيتلغي هيتعمل، هو دايما اللي بيحط الجداول ويعني يسكن المواعيد والمباريات. خلينا نسمع ونشوف المهندس عامر حسين واخر. طيب طيب خلينا قبل ما اطلع للمهندس عامر حسين في التقرير خلينا اطلع لمهيب عبد الهادي زميلنا مهيب عبد الهادي من ملعب الهدف والكابتن علاء عبد العزيز مع مهيب عبد الهادي. اتفضل يا مهيب معاك ومستنيين منك كل ما هو جديد ان شاء الله من ملعب الهدف. شكرا ليك كابتن حازم وشكرا لكل مشاهدي الملاعب اليوم طبعا من ملعب الهدف تدريب منتخبنا الوطني على الهواء مباشرة. معنا الدكتور علاء عبد العزيز المدير الإداري لمنتخبنا الوطني، برحب بيك من خلال ملاعب اليوم. تحياتي كابتن حازم إمام، وأعتقد عندنا كلام كتير جدا النهاردة. الأول نمسى على كابتن حازم نجم مصر ونجم منتخب مصر وحبيب قلبي. طمنا الأول محمد عبد الشافي، مشكله كبيره يعني. كبيره ليه؟ ما انا هقول لك بقى، هقول لك احنا في مصر. لا بالنسبه لعبد الشافي السكاكين هتتسنى عليه النهارده، لا لا لا. فعايزين نفهم لان ممكن عبد الشافي يكون خارج الموضوع تماما. انا هقول لحضرتك بالظبط طبعا. سخنين سخنين اهو. لا لا كابتن اسامه نبيه حدد لنا المحترفين، بعتنا لكل المحترفين سواسيه في وقت واحد، واخد بال حضرتك؟ وكان في مشكله في الفاكس بتاع السعوديه كويس، بعتنا له ايميل حلو. وانا احتجت منهم كلهم ان يبعتوا لنا صوره جوازات سفر عشان نجهز لهم تاشيره في المغرب بما اننا كنا هنلعب في المغرب. تمام. كلمت كابتن عبد الشافي ما عرفتش اجيبه، وبعد كده كلمت اسامه نبيه جابه. بعت لنا صوره الجواز. الكلام ده من حوالي 7 ايام. صوره جواز، اشتغلنا في التاشيره وبعتناها المغرب التاشيره. فكلموا كابتن اسامه كان بيكلمه على طول، كلمه امبارح. انت ما جيتش ليه يا عبد الشافي؟ قال له لا انا ما فاجاش جواب. قلت له ازاي؟ قال لي ازاي؟ قلت له ادي الورقه اهو. فقال له طب ادينا نمره ثانيه تشتغل. فبعت لنا على الواتساب الاداري. وبعتنا له ثاني مع الاداري امبارح، قال له لازم تكون هنا موجود بكره الصبح. واخد بال حضرتك؟ فبعتنا للاداري وجينا النهارده برضو الاتحاد بعتنا له ثاني على الميل وعلى الفاكس ثاني. فما جاش. وطبعا كابتن عبد الشافي لعيب محترم جدا وبيحب مصر جدا. هي حركه عملها النادي عشان يلعب معاه هذه المباراه، وده تحليلي انا شخصيا. طب تحليل الجهاز الفني الفني بتاعنا؟ نفس الوضع. نفس الوضع. يعني محمد عبد الشافي عشان بس لحد امبارح بنكلمه الموقع عبد الشافي تخلف، عبد الشافي هرب، عبد الشافي عمل، عبد الشافي يا جماعه بالراحه الولد محترم جدا. النادي عايز يلعبه الماتش وعمل له قال له جوابات ما جاتش والحاجات دي كلها. مسؤوليه عدم وجود عبد الشافي مع منتخبنا الوطني هي مسؤوليه النادي اللي بيلعب فيه. بالظبط، احنا كاتحاد كوره خدنا اجراءاتنا تجاه النادي وبعتنا اخطارنا الجهات المعنيه بهذا الامر. الجهات المعنيه؟ اتحاد دولي. اتحاد دولي. ده توقف دولي. مفيهوش خلاف يعني. ده بدايه صدام ما بين يعني المنتخب والانديه. لا ده قانون هيطبق. اللي يخلي محمد صلاح يجي من فورنتينا اشمعنى ده؟ يعني اشمعنى كابتن عبد الشافي يعني ما نجيبوش ليه؟ طب لو الجهاز الفني ما كانش عايزه ما كانش بعت له؟ اما هو بعت للتسعه جم عدد كابتن. وصول غينيا الاستوائيه وصلت؟ وصلت، بدات من الساعه 2 الفجر اتشغلت لحد الساعه 10 الصبح. على مجموعه على مجموعه يعني الفريق مرنوا في بتروسبورت دلوقتي. بتروسبورت الاقامه بتاعتهم تمام والدنيا حد مرافق ليهم هناك؟ طبعا طبعا، وصورهم نزلت على السايت دلوقتي. تمام موجود على السايت. بالنسبه لاحمد فتحي وبعض اللعيبه اللي هم تخلفوا عن معسكر منتخبنا الوطني. ما احمد فتحي الاصابه اللي جات له دي في اخر 5 دقائق. وكان اجتمع مع المدير الفني النهارده هو والمحترفين كلهم. كان في محاضره ليهم يعني لانه ما حضروش المحاضره الاولى بتاعته، وريهم ستايل عمله وطريقه عمله معاهم. وقال لهم يعني انا ان شاء الله كده كنتوا كمحترفين وانا بحترم الاجنده كده مش هشوفكم الا في شهر 6. الماتش بكره الساعه 6. مش هشوفهم الا في شهر 6 والماتش بكره الساعه 6. طاقم التحكيم مصر. مصري ودي كل الناس مختلفه فيها، المباراه دوليه. تعليمات الاتحاد الدولي والنظم الحديثه ان ممكن ان الحكام دوليين من نفس البلد بس يحصل على موافقه الفريق الاخر. اشكرك دكتور علاء عبد العزيز المدير الاداري اللي خدنا وقت. حازم مرارا توفيق تكرارا. توفيق ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن حازم يمكن ده كان لقاء خاص مع الدكتور علاء عبد العزيز المدير الاداري لمنتخبنا الوطني، مجهود رائع. ايضا الكابتن وليد مهدي منسق المنتخب. طيب معانا ولا خلاص؟
طيب هنحاول نجيب تاني طبعا زميلنا مهيب عبد الهادي، لكن ده كان كلام كابتن علاء عبد العزيز وبيتكلم على ان النادي الاهلي جده طبعا هو يعني هم يمكن تقاعسوا شويه عن ارسال عبد الشافي لمنتخب مصر.